الأمر الجيد يعني بأن الحكومة المصرية أرسلت رسائل طمأنينة للسوريين أو اللاجئين السوريين الموجودين في مصر بأن هذه الإجراءات هي لتصحيح أوضاعهم، هي إجراءات إيجابية بحقهم ما هي سلبية، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد. يعني كشخص أنت مقيم من أكثر من 11 سنة، فمن الطبيعي أنه يكون في لك ورق نظامي. يعني في كثير أشخاص من جنسيات أخرى إذا تخلفوا عن الإقامة، هلا مصر بتعامل الجميع بنفس الطريقة، بس السوريين دائما في عندهم خصوصية، يعني بيتعاملوا بطريقة خاصة أكثر. يعني نحن لحد الآن كل الأشياء اللي احنا بنتعامل فيها رسومها مجانية أو بسيطة. فالسوريين طبعا أكيد في قلق يكون لما بيكون في أي قرار حكومي جديد، خصوصا من القرارات اللي بنسمعها من الدول الثانية، فطبيعي يكون في نوع من القلق. بس الحكومة هون والشعب دائما بيعطيك طمأنينة انه لا انت مانك مستهدف بهي الحملة، بالعكس هاي الحملة بتدعمك، يعني بتخلي وجودك قانوني اكثر.